الحين قدامك الكورنيش وكثير تلاقي اسبان، قاعد اشوف اسبان هنا وايد اسبان يجونه لانهم عندهم خط بحري دايركت من اسبانيا الى الناظور. ما شاء الله اكتشف المدينة الجميلة هذه الرائعة الناظور. جماعة والله استثمار، والله جماعة ترى في فكرة حلوة، لو 20 شخص بس عندهم كم بيزة كم فلس يشترون لهم أرض يبنون هوتيل فيهم، ترى هذه بدايتهم، هذه الهوتيلات شراكة، شركة 20 شخص 30 شخص، سووا شركة وحطوا لكم إدارة ودير لكم الفندق، هذا بزنس ناجح هالفنادق هذه. ايش حق الأجانب هم اللي قاعد ياخذون الفلوس بديارنا؟ تعالوا أنتم يا العرب توحدوا، حطوا بديكم مع بعض وتشاركوا وحطوا لكم إدارة وحطوا بنك، وبنك اسمه تريست أكاونت ما حد مديده إلا بتوقيع الثاني، وتدير بزنس ايش حالاته. سلام على الناظور، الله 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 الله، لا رائعة رائعة رائعة، حلوة 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 على قولة صديقنا، اتعب على الناظور. ما لا 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 لا، هذه يبي لها يومين زي الورد، 3 أيام يقول لك بعيد للماكدونالدز. هذا الهوتيل، هذا كورنيش، عبر الشارع بالبيدسترين راح نشرح مليلة من هنا، المكان مليلة، مليلة اللي هي الأرض المستعمرة أو المستحلة من قبل الأسبان، نمت على طول خذوها الأسبان على طول لأنها موقع استراتيجي محصن، أيضا كانت تنطلق منها السفن العربية الإسلامية الفتوحات، أيضا هي كانت مليلة. في شيء هنا كثير سياحة داخلية ما شاء الله، راح اتكلم راح اخصص حلقه كامله عن المليله، ما هي مليله وكيف استعمروها وليش في كثير تلاقي اخواننا من العرب حراقه يذهبون لها. شوف شوف هذا قدامك البحر المتوسط، البحر الابيض المتوسط، هذا هو ميديتيريان سي قدامك بالناظور. ما في شور، ما في شور على طول، هذا اكنة هذاك انا بدير، ما في شوره، شيء عجيب، ما في يعني ما في تراب، على طول بحر على طول تنط. حلوه 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 رائعه، قاعد نوثق البلد كل اريحيه هني. شوف هذا شارع محمد الخامس كالعاده، ازحم شارع تلاقيه افضل شارع عندهم، يسمى باسم محمد الخامس، دائما حي ونشط، لقيناه بالحسيمه، لقيناه بالناظور، لقنا ايضا في اقادير، في فاس، وين ما تلاقي شارع محمد الخامس. الشيء الجميل، شوف انا في اسبانيا كتاريخ ما احترمها، كتاريخهم الغدر والقتلهم للمسلمين ومحاكم التفتيش وطردهم للمسلمين انا ما احترمهم، ولكن كدوله حاليا شوف حطت لهم قنصليه وين؟ بالناظور قريبه لمليله، يعني اي واحد اسباني يطيع جوازه، يصير له مشكله، ضاعت فلوسه، صار له حادث، تعال اخوي تعال تعال ديرتك ديرتك، هذه ديرتك، حاطين لهم قنصلية وعلم والاتحاد الأوروبي كالعادة، هم لأنهم منضمين الاتحاد الأوروبي. حبيبي حياك الله، عندك مشكلة تعال، يعني شنو المشكلة أن تحط لك سفارة دولتك؟ والله شيء عجيب، شيء عجيب أن تلاقي أسبان كذا 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 مكان، لقيت أسبانيا حاط لهم قنصلية لشعوبهم. لاحظ هذه الدول اللي تخدم، هذا اللي يقول لك يخدم بلاده، اللي يخدم شعبه، يعني أستراليا كذلك ما يقصرون مع مواطنينهم، نيوزيلندا كذلك ما يقصرون، الامريكان اللي هو الامريكي بنفسه داخل ديرته متغندر، والله الامريكي متغندر، والله شفتهم بامريكا يشحثون بالشارع، لي مقطع باليوتيوب موجود شوفوا، يشحث الامريكي بالشارع ولا ردين عليه، هو نفس هذا الشحث لو روح دوله ثانيه يقلب لك الدنيا على هذا، امريكي شلون تكلمه شلون تطقه وشلون تحاكيه وشلون ما ادري شنو. وذاك اليوم بايدن متبهدل مسكين. يا اخي والله العظيم شعوب والدول طوائف تستغرب كيف الناس تهتم في شعوب. هذا عندك، هذا اكتشفنا شغله جديده، يطلعون لك برحله، خلينا نشوف شنو رحلتهم. هذا نفس مصر، نهر النيل بس ما في يعني زحمه هني، خفيف. ايش حال اخوي؟ ايش حال؟ شفت بوحدي اي بوحدي، انا كله بوحدي. ايش حال؟ اي
شحال؟ وين تودوني؟ وين تودوني؟ فيلم يد. ها؟ يد. وين تودوني؟ وين؟ وين تروح؟ دورة كبيرة. وين؟ أقدر أروح لذا؟ شنو هذاك؟ هذاك شنو هذاك؟ هذاك الدار ليه؟ إيه لا شنو هذاك؟ هذاك شنو هذاك؟ هذاك إيش هناك؟ في بيوت وعماير وفلل. البيوت. إيش هذاك؟ إيش هناك؟ هذاك اللي تشوفه هذا الأراء البيوت المنتجعات اللي هناك. إيش هناك؟ هذيك هذيك جزيرة. إيه جزيرة ممتدة. بو عاق قارية. نسوي اقدر توديني هناك تدوني نديك يو ايش حال هاجي هذا لا هذا لحظه اخوي لا اخوي اخوي انت تتصاف معهم اخوي حال اربطك اي هناك اي هناك الجزيره اي مش جزيره هذا الجزيره الجزيره هذا 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 هذاك في شاف قاريه هذاك مشاط المهندس ها شاطر المهندس هذاك ايش هو واش مشيت نزلت تما ولا اي ايش المشكله مشيت نزلت تما ايش حال ما رجعك وشو ما ترجعني بالله شلون انام لازم ترجعني لا لازم نرجع ايه تمشي تصور ايه صور وترجع ايه 100,000 قولها بالدرهم ما اعرف ده 1000 درهم عشان اصور وجهي واو اروح سباحه وارجع سلي اروح بعد شوي على دار الطريق اروح اتسبح سلي اخوي واو لا اروح اعوم احسلي تفتون ها عونا حيكلك القرش تما لا في قرش لا اروح معك اخوي لا اروح معك في قرش لا يقول بالضبط طريق قتلت بعيد ها الحين فهم لحظه الحين انت علي او شيء اسمك كريم بلال بلال ايش انت وين نصعد هنا ايش حال الواحد فلاصه 10 دراهم 10 دراهم وين تودي الى ذلك الجلول الاحمر ايه وبيدور هاك الى الجلول الاخضر اها وبيدي لتحت وارجع لهون صافي ب10 ناس انا مع انا بلاصه واحده بلاصه واحده ايه. شوف خلوني اشرح لكم شيء اكتشفته جديد هني في الناظور راح تستغرب شوي ولكن تأكدت من عنده هناك قدامك قطعة أرض قطعة يابسة هذه اللي قاعد تشوفونه أنتم هذه أغلبها هذه بيوت وفلل هناك اسمه شاطئ طبعا أرض مغربية هي جاية من على طول من إيد قصة إيد ليه من عندك جايه من مليله الى حده مسكره حدود الناظور هذا كله الناظور هذا اسمه كله المارشيكه هناك الحد هناك شفت الحد هذه البيوت اللي وريتكم اياها هذه كلها ارض عليها بيوت وفلل وشاليهات ومنتجعات يعني ضخمه اسمه شاطئ المهندس وهذا المارشيكه وهذا المارشيكه كله في الناظور يعني ما يحتاج واحد يوصي عليها منطقة جدا راقية كثير أهل مثل ما تكلمنا المناطق الداخلية يجونها لأنها قريبة المليلة وعلى الشاطئ وعندك شاطئ المارشيكة رخيصة نسبة اللي كثير لبعض السياح في خط بحري على طول باخرات كبيرة تأتي من إسبانيا على طول يعني في كذا خط بحري يأتي من إسبانيا إلى هنا وكثير مغاربة يأتون المغتربين خصوصا اللي في إسبانيا خصوصا اللي في هولندا يأتون إلى الناظور أهلهم هنا يجون أهلهم اللي يستثمر اللي يبني اللي يسوي مشاريعه في الناظور اللي اكتشفناها جميلة اللي هي شمال المغرب اللي هم لهم لغة غير مع سبحان الله أشكالهم ودمهم عربي قح ليش؟ مثل ما تكلمت أنا قلت أن هم أول هجرة ما هاجروا من اليمن هجروا من اليمن مع أفريقوس وصلوا مع 5 بطون أمازيغية وصلوا إلى اليمن وشرحت هذا في المقطع الأول اللي هو اكتشف المغرب والأندلس سبحان الله تلاقي دمهم عربي يمني أشكالهم عربية ولكن يتكلمون اللغة الأمازيغية اللي هي أيضا هم بينهم يختلفون أمازيغ السوس والأطلس والريف لغة تختلف عن بعض راح اختم هذا اليوم الاول راح اسوي فيديوهات اخرى ان شاء الله شعب لطيف ترزق الله بالحلال ما شاء الله عليه سبع والله شوف هني ما شاء الله عليهم يعني هذه بالناظور ما شفتها بالحسيمه فقط في الناظور رائعه جدا امانه بلد قمه في الهدوء كثير سياح ما شاء الله شوف هني يحطون لك اياها وتروح يلفون فيك لفه كذي تروح لهناك دوره يعني دوره فيها تقريبا فيها يعني تقريبا نص ساعة يعني حاطين لك هني أيضا علم الأمازيغ
هذا علمه، هذا علمهم، هذا علم اهل الامازيغ اللي في الريف. طبعا هو من يبدا من مثل ما شرحنا من ليبيا من مصر الى المغرب، هذا هو علمهم المتعارف عليه. الناظور ما شاء الله عليها جميله، بلد جميله رائعه، لازم الحركه هذه تصورها. الاف ناظور اللي عندك هني بالناظور مثل ما تشوفون، عندهم طرات طردين، مجموعه شباب رزقون الله مثل ما تشوفون هنا، ياخذونك جوله ما يودونك للجزيره اللي هناك. هي ما جزيره، هي مثل لسان جاي، مثل لسان طويل ممدود اصلا، يعني في مثل ما تقول تقدر تمشي عليه، ولكن مبين قصوه حتى تمر البواخر من هنا ايضا. فالشخص الواحد 10 دراهم، الشخص الواحد 10 دراهم، يعني رخيصه، حيل رخيصه. شاطئهم رائع جدا أمانة. يلا تبي احلى من كذي؟ والله ولا اروع، انا بروحي ومستانس، ما بالك لو معي واحد من ربع عدنان ولا الشباب. انا شخصيا احب اسافر بروحي صراحه، من كثر ما تعودت اسافر ربعي كله ابو جقيره مساكين. ربعي ابو جقيره جواز ما في، مساكين ما مضطر اسافر بروحي. ابو جقيره وما ادراك ابو جقيره. لا زلنا نكتشف الناظور، يعني في عندهم ملاهي هني صغيره ايضا جميله. شوف الموقع الاستراتيجي قسما بالله عجيب، هني صعب انك تستحل هذه الدوله، لهذا السبب الاسبان جدوا في استحلال المليله. على فكره الخط هذا 10 دراهم اللي انت واصل للناظور، عفوا 10 دراهم اللي انت واصل لمليله، المليله المستحله. ان شاء الله غدا ان شاء الله سوف اذهب الى مليله وراح اوثقها ان شاء الله. ما راح ادخل لاني اذا رجعت للمغرب اقدر ادخل اسبانيا، واذا دخلت هي مو اسبانيا هي مستحله، اقدر ادخل لهذا البلد، ولكن بالرجعه مطلوب من عندي البي سي ار، وتعال فصل البي سي ار حتى تدخل المغرب، وما نبي نتوهق مثل ما توهقنا في سبته. مليله راح اوقف على الحدود راح اتكلم عليها ان شاء الله. من هنا تذهب الى المليله 10 دقائق اللي انت في دولة أخرى، تخيل أنت في دولة أخرى اللي اسمها مليلة وهي إسبانيا، وكأنك في أوروبا. يعني لو أي عبارة رايحة لأوروبا أنا أدخل من غير جوازات، لأن ردي دخلت جوازات أخرى اللي هي الجوازات الأسبانية. يا سيدي العزيز احنا الآن في أمام المكدونالدز، هنا عندهم هذه الملاهي نشوفهم، وشوف أن مدينة جميلة محصنة، صعب أنك تستغل أو تستعمر هذه الدولة. ليش؟ جبال حاطين لك أبطالك المغاربة، البحر قدامك، ومدافعك على كيف كيفك، ومن بيجيك تواجه انت وما ما ينقدر العربي ولا الريفي ما ينقدرون. فان شاء الله نوثق هذه المدينه. اتضح ان اهل الناظور حبوا الحمام، لازم اغادر فورا هذه المدينه. ما 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 امل لهم، لعبوا الحمام ما امل لهم. هذا اليوم الرائع في الناظور، هناك الجبال، هناك نهايه الممشى، هذا هناك مليله، هذا اللي قلنا عليه اللي هو الجزيرة في الناظور. وقت الغروب الآن والجو وصل إلى 19 درجة حرارة، عجيب عجيب. في هنا أيضا الشباب صيادين يودونك هذه الرحلات. تعال شوف هني المطاعم العجيبة، باخذ فرع عليها وبشوف شنو سالفتهم. بس يعني أمانة زحمة ما تضاهي طنجة، طنجة أكثر أزحم، طنجة أكثر زحمة أشوفها. بس الناظور قليل يعرفونها، ما في سياح كثير خليجيين نهائيا، قليل، ما أشوف إلا عرب، ما أشوف عرب قليل نهائيا، قليل عرب بالناظور. مو بسمعة طنجة، ولكن أشوف أنها راقية جدا الناظور، جدا هي والحسيمة، الحسيمة والناظور
الحين تعرفت عليها رخيصة، أرخص كثير بالأجارات كهوتيلات، والأكل أيضا أرخص من طنجة، جوها راقي، متوسطة بين وجدة وبين الحسيمة، موجودة موقعها مثل ما تشوفون بخريطة. هذه الناظور، خلونا نكتشف بعد هذه المدينة ونشوف المطاعم ما ندش عليهم. بس مثل ما تشوف هني يأخذونك على 10 دراهم يمشونك، حتى تصيد صيد ماكو مشكلة. هذه أنت في الناظور، شوف الجبال، جبال الرياف، الريف، جبال الريف. بس جو ولا أروع، ولا أروع أمانة، هدوء. مساء حضرت عرس، لقيت عرس بالشارع أيضا قاعد، يعني لقيت عرس بس فشلة، ما حبيت أصور وكذي يعني ما استأذنت. ما شاء الله وقت الغروب الآن، أنت تسمع الأذان. خلينا نشوف المطاعم اللي هناك، ناخذ جولة عليها ونشوف. به به به، يا سلام، لا 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 لا. منور منور المسجد، منور، اي والله منور. الناظور عندك هني مار شيكا، هذا الشاطئ مالهم، نموذج للتنمية المستدامة في خدمة المواطن، ها ركز على المواطن والجهة. هذه احنا المكان اللي فيه، هذا هو، هذا احنا المكان اللي احنا فيه. هذا في ظاهر في مشروع اسمه وكالة مار شيكا، رائع رائع رائع. الله اكبر الله اكبر. على العموم راح نختم هنا، راح اصلي المغرب والعشاء جمعا وغسرا ان شاء الله، ويمكن اجي اتعشى هنا ولا لا، ما ادري، عاد اشوف. نختم هذه الجوله الجميله ونصلي ونشوف، يلا نتوكل على الله. بنشوف مطاعم جميله هناك، اشهد ان لا اله الا الله. الصوت الجميل. مسجد ما شاء الله، يعني يوم تقول اهل المغرب اهل دين ما يحتاج، لا قاعد اجامل هني، كلهم وفد رايحين، كله رايح. شوفه شوف كله جايين، كله جاي، شوف كله جايك، شوفه كله جايك المسجد، شوفه اهل دين، اهل صلاه، ما في لف دوران. مسجد النور للكورنيش، يلا نصلي مع اخواننا المغاربه. ما شاء الله عامر المسجد، ما شاء الله ما في حد، فل الحين تلاقيه ما شاء الله، الكل قاعد يجون وراي ما شاء الله. شوف حريم ورياييل شقالين ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، الله يعمر الاسلام ان شاء الله. اللي سمعته من شوي كان رقص ريفي، كان موسيقى ريفيه، واللي شفته كان رقص ريفي. فهذا الريف، هذا اثارهم، هذا تقاليدهم، هذه عاداتهم، هذه الكلتشر مالتهم، لهم موسيقى، لهم لغه، لهم رقص خاص فيهم، ولكن تعربوا بسبب الفتوحات الاسلاميه، ولكن لا زالوا في الناظور، في الحسيمة، وفي طنجة شوي، في الجبهة، هذه ما زالت مناطق شوي من تازة، نص تازة، فيهم أهل الريف يعني اللي هم الأمازيغ، أو فرع من فروع الأمازيغ. لازلنا في الناظور ونختم اليوم الجولة الجميلة في هذا البلد الجميلة الناظور.
الموسيقى الريفية، هذه غنيهم، هذا رقصهم.